هشيك معاكم بس. لو الشاشة بتاعتي واضحة عندكم يا ريت تبعتوا لي رقم واحد. اوكي جميل. هنا هتلاقوا في مذكرة العمل، بنتكلم في اول حاجه في البي ام اس. خلاص، وانا دي عايزكم بس بناء على اللي انتوا هتذاكروه تدوني الاراء بتاعتكم في الحالات او الكيسز دي. وبعد كده ان شاء الله في المره الجايه هنقعد مع بعض ونعمل ديسكشن للحالات دي، بس يهمني انكم تشوفوها. طيب، هنا اول كيس عندي الواي اس. دي سيده عمرها 16 سنه او فتاه عمرها 16 سنه. Presents her mother at pharmacy with جت عندك في الصيدليه مع والدتها بان هي بتاخد لوسترين. خلاص، ده عباره عن contraceptive pills. دي خدتها السيده واي اس دي قبل البيريود بين. خلاص، دي عباره عن contraceptive pills. هي عانت بعد كده من سيفير كرامبنج بينز بيفور شي ستارتس تو بليد، قبل حدوث البليدنج بتاع المنسز، وكونتينيو فور فيرست 3 تو 4 اورز اوف هير بيريود. هي كانت الاعراض بتاعتها اريتبل برون تو تيرز بيفور هير بيريود، يعني الم شديد جدا خلاها ان هي تؤدي للتعيط او كده، which are rather irregular ولكنه كان غير منتظم. هنا السؤال، هي suffering from ايه؟ طبعا انا حاطط لكم التايتل اصلا، فبس هنشوف القصه دي. الدايجنوزس انتوا هتعملوا فيها ايه او هتكتبوا ايه؟ هي why has she been prescribed with a combined oral contraceptive pills؟ ليه كان موصوف لها oral contraceptive pills؟ وهنا احنا كفارماسيستس بنقول البنفيتس بتاعت الاورال كونتراسيبتيف بيلز، وهل هي الاحسن حاجه تتكتب او لا، وايه اللي احنا ممكن ننصح بيه او نزوده على الريجيمين بتاعت العلاج. بعد كده الواي اس دي برضو خدت الترايوسبت. خلاص ماشي، هي نفس الكيس. في الكيس دي بنقول هي ايه الدايجنوزس، قلنا برضو عشان كده دي معادل. ندخل على اي دبليو، دي حاله تاني. دي 36 سنه، خلاص من 6 سنين كانت بتعالج من الاندوميتريوزس. ركزوا في اندوميتريوزس with a 6 months course of بنازول. خلاص، هي اصبحت بريجننت وهير تشايلد اف 3 ييرز. السيمبتومز رجعت تاني، خلاص، وزادت السيفيريتي بتاعتها او شده الالام. والموست بروميننت از ديسمنوريا. ديسمنوريا اللي هي بينفول menstruation. البين بتاعها بيجنز 24 ساعه اوف هير دير 3، يعني من 24 يوم الى اليوم ال 30 من الدوره. بيزداد سوءا في الثلاث ايام الاولانيين من المنسز. هي كانت بتحبذ ان هي افويد الدنازول. خلاص، كانت بتسأل على نيو تريتمنت للديسمنوريا غير الدنازول. والبودي ماس اندكس بتاعها 30 كيلو جرام بير متر مكعب، يعني دي البودي ماس اندكس بتاعها. خلاص، 30 هنا دي تعتبر ايه؟ هل هي نورمال ولا اوبيز ولا اندر ويت ولا اوفر ويت؟ يا ريت نشوف دي. انتوا عارفين البودي ماس اندكس ان احنا بنرسم الوزن على مربع الطول. خلاص، ايه الالترناتيف سيرابيز اللي احنا ممكن نديها لتلك السيده او تلك الفتاه؟ نبص على الحالات دي خلاص ونقراها وهنعمل لها ديسكشن ان شاء الله في المره القادمه مع بعض. طيب، هنستكمل في المقرر الاختياري الجزء الاخير اللي كنا بنتكلم فيه على
الجولز بتاعت البلان. ولما اتكلمنا على الجولز الخاصه بالبلان، معلش هستوب الفيديو بس عشان الاستريمنج. لما اتكلمنا على الجولز بتاعت البلان كنا بنتكلم على ثلاث حاجات اتكلمنا عليها المره فاتت، ان انا في بعض الامراض بنعملها كومبليت كيور بتخف او بتشفى منها المريض تماما، في حاجات بنعملها كنترول بنتحكم في الاعراض، في حاجات بنعملها ريليف للبين زي الكانسر وما الى ذلك، كنترول زي الهايبرتنشن والديابيتس، وفي الحاجات اللي احنا بنستخدمها او بنعملها كومبليت كيورنج اللي هي زي مثلا التونسيلايتس مثلا، دي من ضمن الحاجات الانفكشنز بكل انواعها، كل ده بالنسبه لنا بيعتبر مهم جدا. الجولز بتاعت البلان لما نتكلم عليها في حاجات تاني في الخطه العلاجيه بالنسبه لنا ككلينيكال فارماسي مهمه جدا، ان احنا قلنا بنمنع الاكيوت كومبليكيشنز اللي اتكلمنا عليها برضه في اخر المحاضره اللي فاتت، لونج تيرم موربيديتي والمورتاليتي الوفيات لا قدر الله، وان ينتشر المرض ده بقدر الامكان بنحاول نحافظ عليه، بنقلل من ادفيرس دراج ريأكشنز وبنزود الكومبلاينس وبنزود الكواليتي بتاعت اللايف وبنقلل الهيلث كير كوستس، دي برضه من ضمن الاهداف بتاعتنا نقلل من التكلفه بتاعت العلاج. هنا في حاجه مهمه جدا لازم ننتبه لها كفارماسيست عموما، يعني حته العلاقه ما بيننا ما بين المريض، ان احنا بنعمل علاقه مع البيشنت ومبنيه على الثقه. يعني احنا بنقول ايه؟ علاقه مبنيه على الثقه. بنشوف او بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنعتني بالمريض، بنساعده في ان هو يتوائم ويتوافق مع المرض بتاعه، خصوصا في الحاجات اللي بنعملها كنترول زي الهايبرتنشن زي الديابيتس زي الرينال فيلير المراحل بتاعته الاوليه، بعض الامراض لا قدر الله اللي هي العصبيه والنفسيه، امراض برضو العظام، برضو امراض الجلديه، امراض كل الكلام ده ان احنا ازاي نخليه ما يبقاش رد فعله عنيف اللي هو يخليه نفسيته في حاله سيئه. الحاجه الثانيه ان هو يعمل ادابتيشن برضو مع الميديكيشنز او مع الادويه اللي بياخدها، دي مهمه. وايدنتيفاي وبنقلل الفاكتورز اللي هي تؤدي الى عدم وعي المريض بالخطه العلاجيه بتاعته. ولذلك من ضمن الحاجات المهمه جدا الكوميونيكيشن سكيلز مع المريض. لو حد في حضراتكم ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز، مهارات تواصل فعاله معايا، نسبه 90% من الخطه العلاجيه بتاعتي ممكن تفشل، لان انا ما تواصلتش بصوره قويه مع المريض بتاعي. ويمكن قلت لكم يعني مثال كبير جدا، يعني انا هستوب شير هنا، معلش الحته دي مهمه، سيبنا منين الادويه. من ضمن الحاجات القويه اللي احنا دايما بنتكلم عليها علاقتي مع المريض، يعني بمعنى ايه؟ ممكن ادخل لطبيب او لفارماسيست في الصيدليه، لكن فيش تواصل ما بين المريض والصيدلي او الطبيب، فبتلاقوا حته ان هو يتقبل الخطه العلاجيه بتاعتي او يتقبل الكلام بتاعي مش موجود، في بارير او في حاجز ما بينه ما بين الطبيب المعالج او الدكتور الصيدلي اللي بيتعامل معاه. ولذلك من ضمن الحاجات، في ناس كانت من ايامنا احنا زمان قلت لكم الناس كبيره في السن جاست ان هو يدخل او تدخل عند الدكتور الفلاني بترتاح نفسيا وبتقول لك خلاص هي اخفت معايا، ان احنا نقلل من بنسميها ايه الصدمه الاولى بتاعه المرض، ناخد وندي نسمع المريض. احيانا المريض بيبقى مش محتاج مننا اكتر من ان احنا ايه نسمع 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 معايا. مش معنى ان انا من اول كلمتين عرفت هو عنده ايه او عامل له تشك في ان انا اقول له ايه، خلاص خلاص عرفنا عرفنا عرفنا، عارفين دي في حد ذاتها بتخلي المريض يعني تمام. لكن نسمع 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 بقدر الامكان، يعني هو حد بيفضفض وهو حد بيعاني، ف
فقدر الامكان مهارات التواصل دي مهمه. الحته الاهم ازاي اعمل كنترول للسيشن ده، ان ما يبقاش برضه مفتوح بصوره كبيره، ان انا اضيع وقت من وقتي وانا في عندي مرضى تانيين محتاجين للوقت ده. فده بيبقى كنترول، بمعنى ان تمام يا حاجه ومش عارف ايه وبتاع، ان شاء الله في المره اللي جايه مثلا هنقعد مع بعض نحكي بعد ما نخلص المرحله دي هنحكي في، فهي عارفه ان في مره جايه هنحكي فيها تاني، لكن دي مش اخر مره ان احنا ايه نقعد مع بعض. فده برضو مهم جدا. نرجع تاني بي للسلايدز. طيب اذا لما هنكون عاملين كونسلنج للبيشنت خلاص، وهنعمل كوميونيكيشن او هنتواصل معاه، نستخدم لغه خلاص واحده ما بيننا ما بين المريض هو بيفهمها، واحنا نكون بنوصل له بطريقه بسيطه. ما نكلمش مريض الانجليش طول الوقت وهو اصلا يعني ما فاهمنيش انا بقول ايه. خلاص الفلسفه مش في كل حاجه. خلاص يو كان مش عارف ايه ماشي، ما اقولوش مش عارف السيمبتومز بتاعتك السيمبتومز بتاعتي يعني اللي هو ايه. خلاص عارفين انتم امبارح كان احد الاشخاص بيقول له جامب، قال له جامب ايه. فاحنا بنتكلم بلغه يكون المريض يعني فاهمها. قلنا منتين الكنترول بتاعت السيشن، ما خليش السيشن مفتوح يضيع وقته وكده وبتاع. وفي بعض المرضى بتبقى يعني عارفين يعني بيدخلنا في حاجات جانبيه، نحاول بقدر الامكان برضه ندخله فين على اللاين معانا عشان ما يتوهش منه. بننظم الانفورميشن خلاص، المعلومات اللي هي هناخد منها. عارفين انتوا كانه انا بستجوب المريض، زي عارفين انتوا الاستجواب بتاع المباحث، نفس الحكايه بس الطريقه بسيطه ومرتبه عشان اعرف اطلع التشخيص بتاعي بصوره قويه. بروفايد فول اب كير، ان شاء الله هنتابع مع بعض وما الى ذلك، لو في اي حاجه في كذا ومش عارف ايه، وهنقعد مع بعض بعد اسبوع بعد اسبوعين زي الاعاده بتاعت الطبيب. بنستجيب للمريض بطريقه عاطفيه او بطريقه يعني فيها تفاهم، بنسمع له وبنهتم بالحاجات اللي هو عايز يركز عليها برضه، ما فيش اي مشاكل. جود اي كونتاكت، ان احنا نبقى دايما باصين للمريض ومهتمين بيه، ما يبقاش السيشن هو بيتكلمني وانا بص في حته تاني او بلعب في ورق وما الى ذلك. ندخل على الاهم، هو البروبلم اورينتد ميديكال ريكورد. البروبلم اورينتد ميديكال ريكورد قلنا احنا بنعمل فيه ايه. اول حاجه قلنا البروبلم والبروبلم ليست خلاص، وقلنا بنشوف في البروبلم ليست دي السيمبتومز خلاص وال لابوراتوري تيستس او التحاليل بتاعت المريض، الابنورمال فايندكس من الساينز والسيمبتومز، والسايكولوجيكال كونسيرن الحاله النفسيه، والفيزيكال ليميتيشن لو المريض مش قادر يمشي او مش قادر يتحرك وما الى ذلك. كل الكلام ده بنحطه في البلان بتاعتنا علشان نخلي بالنا منه. طيب بنقول كاكزامبل عندي في ال diagnosis خلاص، بنشوف مثلا دي حاله هنعملها كبروبلم اورينتد ميديكال ريكورد. الحاله دي المريض بتاعي بيعاني من كف فيفر اند سبيوتم خلاص، في بلغم برضه في الكحه بتاعته وسخن. الطبيب بيسمع جيلز في يعني خرقشه او اصوات غير طبيعيه في التشيست خلاص، وطلب سبيوتم كلتشر مزرعه للبلغم علشان نشوف نوعيه المايكرو اورجانيزم اللي عامل عندي المشكله دي، وطلب شيست راديوجراف اللي هو اشعه على الصدر. بعد كده من هذه دي سبجكتيف داتا ولا اوبجكتيف داتا؟ دي شيست راديوجراف والسبيوتم كلتشر والفيزيشن اللي سمع جيلز وونكا يبعتوا لي على الشات، دي سبجكتيف داتا او اوبجكتيف داتا؟ نوهان اوبجكتيف اوبجكتيف اوبجكتيف، كل دول تمام اوبجكتيف داتا فيما عدا
لو كانت الكف او الفيفر او كده هو اللي قالهم المريض دي تعتبر سبجكتيف، لو قالهم هو المريض بلسانه هتبقى سبجكتيف. فبالتالي الاوبجكتيف داتا دي احنا اخذناها ادتني الدايجنوزس ان هو نيوموكوكال نيومونيا. نيوموكوكال نيومونيا دي بناء على السبيوتم كلتشر اللي حصلت بنقول ان في عندي سستبل مايكرو اورجانيزم خلاص، لو كانت ستاف او ما الى ذلك بندي البنسلين خلاص. ده كمثال. طيب يبقى احنا شفنا البروبلم، شفنا الدايجنوزس، شفنا ايه العلاج بتاعي. هنا في حاجه اللي هي الايتيولوجي، بنقول الايتيولوجي هو ايه لما اتكلمنا عليه حتى في الكلينيكال فارمس. هنا بنقول مبادئ الكلينيكال فارمس هو عباره عن الكوز للديزيز. قلنا بناء على الايتيولوجي احنا بنحط الخطه العلاجيه. لما نقول كلمه ايديوباثيك معناها ان الايتيولوجي غير معروف، ان احنا سبب المرض غير معروف. الديزيز عندي في عندي جينيتك وكونجينيتال واكوايرد. جينيتك حاجه مختصه بالوراثه، كونجينيتال حاجه في اثناء الحمل وما ذلك، او اكوايرد بتكون مكتسبه. الجينيتك ديزيز مثال ليهم مهم جدا الثلاسيميا، اللي هو ايوه عباره عن نوع من انواع فقد الدم او الانيميا خلاص. ودي بتبقى الجينز بتاعت المريض فيها ديفكت معين بيقلل البرودكشن للجلوبين مويتي اللي هي بتعمل هيموجلوبين خلاص. فبالتالي ثلاسيميا يعني ما بحر متوسط، بنضطر اسفين ان احنا بنعمل نقل دم على فترات يعني متقاربه نوعا ما خلاص. دي جينيتيك ديزيز. كونجينيتال ديزيزز دي عباره عن ان في عندي مشاكل في جينيتيك انفورميشن خلاص في اثناء الامبريوز انتراتيرانال انفايرمنت، يعني في اثناء فتره الحمل خلاص. ودي بتخلي ان في عندي النمو الطبيعي للجنين داخل الرحم بيبقى مش طبيعي. مثال ليها في الكونجينيتال ديزيزز يعني الجينات سليمة لكن في أثناء الحمل حصل إن في الديفلوبمنت أو الماتيوريشن بتاعت الجنين بتاعي ما بيبقاش بصورة سليمة، زي الاتريال سيبتال ديفكت في القلب في بعض الأطفال. الأكوال ديزيزز مثال ليها طبعا التي بي والهيباتيتس اللي هو التيوبركلوزس والهيباتيتس، دي مكتسبة. أي انفكشنز دي بتبقى مكتسبه. لما اتكلم على السيمبتومز، زي ما اقول السيمبتومز هي عباره عن امبيشن سبجكتيف اكسبيرينس. يعني معنى ايه ركزوا في دي؟ سيمبتومز دي الحاجات اللي بيقولها المريض، الحاجات اللي بيشعر بيها المريض خلاص، وبالتالي هو الوحيد اللي قادر ان هو يقولها. دي اسمها ايه؟ السيمبتومز. امال الساينز دي؟ لا، الساينز دي علامات دي بيشوفها اي شخص اخر غير المريض، زي زيادة درجة الحرارة، النبض السريع، ودي بتتلاحظ بالأوبزيرفر أو بالمشاهد مش بالمريض. فبالتالي الفرق ما بين السيمبتومز والساينز، السيمبتومز من المريض، الساينز من الأوبزيرفر معايا هو اللي بيلاحظ ده. زي كاشيكسيا دي عبارة عن loss of weight أو muscle atrophy. في عندي بعض الساينز أنا هديكم مثال ليها، زي الكلوبينج خلاص. دي الديفورمد نيلز بنلاقي الاظافر بتبقى مش مظبطه ومشققه وكونكيف كده في الشكل وضعيفه. ديسفيجيا خلاص، دي ديفيكالت سوالوينج اللي هي صعوبه في البلع. الفيفر والكف كل دي ساينز. هيموبتيزز خلاص، دي بلاد ستين سبيوتم. هيباتوسبلينوميجالي ودي خدناها طبعا في مصطلحات الطبية. اوكي، كل دول عبارة عن أعراض. إكتيروس اللي هي الجونس أو الصفرة. هنا في حاجة بس كده يعني دي كومنتو هستوب بس الريكورد هنا